أنشط الجنان والفوز والغنيمة، فخذها بالمعاني بسيطة عظيمة. الدين بالأخلاق بالجود والعزيمة، بالحب والوفاق حياتنا كريمة. بالرفق بالسخاء نفوسنا سليمة، والصدق والوفاء قلوبنا حليمة. ما قيمة الوجود إن اختفى صميمه، وزالت الحدود وجانا جحيم. بالرفق بالسخاء نفوسنا سليمة، والصدق والوفاء قلوبنا حليمة. ما قيمة الوجود إن اختفى صميمه، وزالت الحدود وجاءنا جحيم. عاشق الجنان والفوز والغنيمة، فخذ هذه المعاني بسيطة عظيمة. الدين بالأخلاق بالجود والعزيمة، بالحب والوفاق حياتنا كريمة. شعب بلا أخلاق مصيبة جسيمة، فانظر إلى الآفاق والحالة الأنيمة. إذا فشى النفاق والغش والنميمة، والبخل والشقاق والجور والظليمة. شعب بلا أخلاق مصيبة جسيمة، فانظر إلى الآفاق والحالة الأليمة. إذا فشى النفاق والغش والنميمة، والبخل والشقاق والجور والظليمة. ينسى بها الإنسان حياته الكريمة، ويفقد الإحسان وينحرم نعيمة. مركز كإمام الذهبي مقال لذا أرقيسا يا مناسبة قبتي إنك بدن أفري صدن أردوي وختم القرآن الكريم كا هدب مناسبة نوسم يقام كذو آدو سرسو لوسو وقاسم إسلام مركان هاي كسو قيب قلين ما تشرف هذا بدن وإذ كم ذا هايين علماء الدين وقال صلاة دين وحقرد ما مليال يوليبا أرضي ذا يوليبا والدين تو ذا أي مناسبة دين وحاي كدع ذا هتر يستار بقصي مقال لذا أرقيسا فاردت كل الضيوري وزه الدنيا الحبور، ثم قالت للحضور مرحبا بالحاضرين. تبوغوري مدشنو سيحة ما صلد أبلا بنتي أيا وغوري وحال غفري آياتك القرآن الكريم كاسو سمع عانو لغيه كسو قيب قلياش وقر راحي أرديد وحكفرت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم كفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون.
وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون hadaba ugu hore waxa munaasabadan ay furay maamulaha guud ee markaska imaamu dhahab ee maamula muqtar maxamed abdullahi oo ka warbixiyay aasaaskii waliba maraaxishi kala duwanaa ee soo martay markaskan imaamu dhahab sidoo kale waxa uu maamulku ka waramay tiradan intan leegay maanta ka qalin jabinayska markaskooga imaamu dhahab wax mahad Allah subhanahu wa ta'ala aad baad mahadsantihiin بارك الله فيكم احسن الله اليكم وحن امه النقيا الله سبحانه وتعالى انه سورتغليي حفلتنا اد كوقيمه بدن وحن امه النقيا مرتده كلا دوان علماء له صلاتين له عقاش له يا والدين كلا دوان اي كسو قيب غلي محفل كان يا حفلتن اد كوقيمها بدن ايار مهنقيا ولا ليال حفله لا قيب غلو واي بدنين لكن وحو قيمه بدن حفلات كانو كلي ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب ان شعائر الله لا وينيو ان وحيابو الله جعل يحي لا وينيو وحي كمتهي وحيابها الله سبحانه وتعالى رالي ذكي يهي وحو النبي صلى الله عليه وسلم إن لله أهلين إلهي ددو لي يهي النبي صلى الله عليه وسلم إلهي ددو لي ددك إلهي لي يهي نواد ددك أهل القرآن كا. أهل القرآن هم أهل الله وخاصته النبي صلى الله عليه وسلم أهل كإلهي وددك القرآن كبرتي أمد بره وأهل كإلهي النبي صلى الله عليه وسلم ورا ليال وحين فدنا حفلة مركز كإمام الذهبي لتحفيظ القرآن الكريم والدراسات الإسلامية واللغة العربية مركز كورا ليال وحفرين هاي مدافر صناع يبرا مدافر تاسنا وفي مركز كفرنا وحكى صباحي أرضي أعضو تربضاً وكتابك إلهي برتي كتابك إلهي حفدي ساك وحا أنو فردنا ختم كيا القرآن كختمين أرضي دن أفر يصدن أرضي أيون مركا ساك أفر أيونو فردنا فأن ختم كيا القرآن كي ختمين وحاك لو قبت فردية أرضي إينا sanay taban ku jisdamaystay oo yana ka kooban 18 arday waxaanu bilaabi doonaa insha Allah ta'ala dhawaan ardayda quraanka dhameysatay macad baan u fari doonaa ay ku bartaan culumta shariicada iyo tamarka waxa way culumta quraanka ee muhiimka ayaanu dhawaan bilaabi doonaa insha Allah ta'ala waxaanu Allah subhanahu wa ta'ala ka barin ilaahay oo sheena suurta galiyo walaalayaal markaska waxa ka hawlgala macallimiin aanu mahadnaqayo oo aan aad u amaanayo juhdiga iyo dadaalka marka waxa way macallin ardayda ay galiyaan oo marka waxa macallimiin waqtigooda hura ummadaasi marka waxa way inay soo saaraan waxna la shaqeeyaan waalidiin aad u qiimo badan oo macallimiinta si fiican ula shaqeeya waalidiintaana marka waxa weeyna aayada marka waxa way ugu mahadnaqaya walaalayaal wuxuu nabi guru sallallahu alayhi wa sallam asraf ummati hamalatul quraan ummadayda madaxdeedu waa dadka kitaabka ilaahay
حمبارسن سيدات دولة ليال قفك قرآن كوك الله يا أم بقرآن قرآن كمركا وحوي وعرهاب يا وقف قيمة بدن قرآن كمركا وحوي ووحلا كله وحو قيمة بدن وحلا عرهابه وحو قيمة بدن مركا وحوي قرآن كوي هو ليال أرتدى مركا وين تشودي كبديان وين تدار كبديان وين سيلي بلابان أرتدى قرآن كدميستي وحلا قدون يا قرآن كين عن التورين قرآن كوا مسؤولية إلهي بنا كلا حساب تمي دونا مركا واجب كاساري يحل كاسارا وين إلاليان وحنا النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين إلهي كتاب كقرآن كا ضد بدن بإلهي كرقوق هذا ضد بدن إلهي بكد ليه وحنا الله سبحانه وتعالى كبرينا أرددا قرآن كدميستي يردمان تنبا إنه الله سبحانه وتعالى كدقه ذاتك إلهي قرآنك وكرق قاضه ذاتك والله سبحانه وتعالى قرآنك وكصرفه سيدا درت دولة ليال أهمية يا مسؤولية علوس يا إلهي نكو مع موسى وإن المركة وحوي فهنتان هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس ألوان من التاج والحلى فما ظنكم بالنجل عند جزائه أولئك أهل الله وصفة الملا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرتي شرفتي كسو قيبك الشيء كم إذا هايين سلطان أحمد محمد عولة هي الشيخ ماد محمد عداد والد محمد عثمان هي سلطان عبد الرحمن عبد الله أيا دمان تود باردي ذي والي بوالدين تود بكودي رجلي إن الدلال كي والي بقرآن كهلك كسي وذان إسلام مركان أي كده بقان علومتي والي بقرآن كي لوس وبري مركز كوجن إمام الذهبي. إلهي رب هذل اسكوكا كيناي حفلتا قيمها بغن اللي هو إلينا هي كتاب كإلهي قمت كيناي أنه ألقى الحفلات وقوانا إلينا بعطر آلية آلية أدبار أما هتسنتي واحد من كل سلام سلامة إسلامك السلام عليكم رحمة الله وبركاته السلام كتب كتاب كإلهي إلهي بقيمي عد كستو كود الأشياء أما قيموية أشياءنا إلهي ما كود قيموية ما حد كان إمام ذهبي مدلي كوبني أو حافظة كشغيل يي سبد البدن باكو دعي وحا كسو بحي تد أخلاق له علاب له أقول له إلهي وحنو يدين أن معلمين تكود الأشياء إلهي هو شافريان إلهي كأباليو وحكرايه مره مهدوي له والدك او اي هويوين كوكو كيهين كو صدره بينما وكعيا مالتي لبي يتوبك عبد بحين ايا قعنته وين كو ايقنا اليا بالمهد سيهين وح قفك بلانك وحن لشي سانفع ايا وحكوك كتاب كيلاهي او كو نقمو وفهمو وحفتيو تاسو كله يهاي فضل الدنيا ليكو دمبابا وكله يهاي وحالا يهالكا كسي وضع وبدكا انت حفتلي اي كتاب كيلاهي ما انت حافلين تكون نغطي وحالا يسيء ادكاية نعمدنا انو هاي سنة اكو مهد نغنو نعمدي بينو هاي سنة امنيكي بينو هاي سنة وناك بينو هاي سنة نعمد الهي كم هذيو سبحانه وتعالى والدك اكو مهديو المه اكو مهديو معلمك اكو مهديو إلهي وحن كبري سبحانه وتعالى عمل كانوا نجاق بلو وإنه هروسي سعنه وحكلو كل المام الكذين شيء دونا قرآن كي هذه الله برتاي إن علوم تيسي الله سيرها عندهنو معهد متهنا مارتي دروسنا الله بلابي دونو وحا آدي آد أرض يقو أنت وهجاد كل حشرو أنت وقرآن كهروشي دي هاي وحبو برتا ما أنا الله ما أنتو قرآن كدم أيو أيو متهنا مارتي أورنا يوي دماتي وتربية دوي جحرنتي أرض يا معلم بهرين وسي سعنينا إمام أحد الأئمة بالغوا لي إلى متى تكتب العلم هذا المعنى هي حسن البصري إنه هابان في الأيام مرقس أول حوري وحلا جيا بكلمة دي أنك فائدة لا ولينا أن قرين وأن قري يا ولا أنك دمنا يوم سيد إمام أحمد وشاكيم تارو أكيد دارنا إن شاء الله تعالى تربية دي تعليم تنايانة كلهارين الله بارك لنا ونسيه ودينا دمانتين سلادها إنه ود دالو وحيلها نوارقنا وحكم ده أرض القرآن كيف حفدي وهذا نتارك سلادة يا دركوا من بعضهم الناس قرآن كوا الله برتاي لكن أعماشك ورما سددنا عمرنا للدنيا قبلهم نجريه وذكوت كذان
إنمدنا مسادة عمرنا كنت لك الله إن شاء الله فله أسلموا وبشر المخبتين وحن كسو ختميا إنما يخشى الله من عباده العلماء إلهي مركو كور رمائي إن الله عزيز غفور آيات كحكتة وحي تلمام ساشن أرمود إن الذين يتلون كتاب الله هو كتاب كلاه أخري وفعل مضارعه يفيد التجدد وحفايدين يمتهن إن مروا البقوف كتاب كأخري إن الذين يتلون كتاب الله تذكر ساعة لماذا أبا لوشي ذا إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا صلاة صلاة أوقيا عبادات كوردن بي سمينيا وأنفقوا مما رزقناهم وحلو يحيى عن سيننا ويبحنيا سرا وعلانية خوسي كربا يرجون تجارة لن تبور تد آخر أسعد بها قرآن كوحك بدلي آيات كليل يوحي لي والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم محافظون إلى يوحي لي سبحانه وتعالى كو آخرة رميسا أي قرآن كان رميسا إلهي وحو يبوديسي هران سوسعنا اللهنا هي نغا اقبلوا اخلاصنا الله هي نغا يهلو وجزاكم الله خير الجزاء وبالله التوفيق وان سلام يا والدينتا يا معلمينتا يا دمان اخيار تودياش كسو حفلتن كسو قيب غشاي كتابك الهي لغو وينينيو marka kulli de wixi waala iyo wacdi ba aha walaalahayni walaalashayni hore ay noo dhumeeyay en waxa la yiri martay falaska waxa usha loogu dhuftaa ha ka sii kordhiyo marka waxa la doonayaa walaalayaal dhamaantiin arday iyo macallimiin iyo maamul iyo waalidiin iyo odayaal iyo akhyaar ba inaan maartay diinta iyo kitaabka Ilaahay u sid kordhino maxaa waa ay hadaan kitaabka Ilaahay u sid kordhino Ilaahay ba inaga ino sid kordhinaya cid Ilaahay kitaabkiisa sareysiisa weynaysiisa karaameysa Ilaahay iyagana uu karaameeyo korba ka yeela inna Allaha yarfa'u bi hadha alkitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin إلهي ذلك قول له كد العسية كتابك إلهي قول له كد لي عدي كعم الفشا حافدة إلى لسا إلهي سبحانه وتعالى قل يا إلهي وسريسين يا وان بركيني إن أرضك إلى الله سعداء ووالدك إلى السعدان ويا بياشا إلى السعدان وأرضك سحب الله يشو أول الله صاحبه أول أقاده أرضك يا معلمك إن إلى السعدان وهذه أرضك معلمك يا بركة والدك إلى السعدان وهذه هذا مهم وهي هذه أرض المهاجي هذا حوي معلن كي بعند جرنين با هذا معلن كي عند كور هينين دوا على اسمه بركة وحن كتلين لا وحوي هذه الشهر هو يوين كخير الله سيو يجا حوجا أقال بدن له أبياش وحوجا دليل آيات هاجن حقيقي وحن كبر رجين لها أن كدرين جرين يا أنوشة يا بين الله إن معلن كأبتك وحبر أي أقال كذا أيشان نمعدا فرها بدن له ما أنت وحي وجوينا إلهي الدنيا ده وصل صاريا وقرآن كي إلهي أينو فردنو أرضي ده ما يسوى الله ليال آد يا آد يا آد بين إلهي وقو حمد النقي ناو الله ليال نمعوه ده الدين تو وعوين دتك ودنك عالم كمركي إلهي النبي محمد يا صحابة الرسول كي إلهي صو صاري يدو أرلاي قموك دي هاي ونبنن عنا يو وهذا نظر رباه ورب ياشاك عنا عدتك تاجيهنا يا إلهي فتين كدين تإلهي صار ولا ليا مركز سيدات لا تجد مركز نبنا عمر بن الخطاب وكيلها قبل الإسلام كواحد منهم يقول واحد تعقلك كليته عقلك حتى واحد كليته مركز دين تكشقيين دين توت مد دين تقاتين دين تكود أقمن جريه هذه دين تكشي أيه النقد ولا ليا إلهي كون كوس خري كون كجبي جيسا أيه دحلينو لا يسخري مركا ما أنت واحد نوفر لنا وحويه وقرآن كي أرضي ده ما يسوي ولا ليا سدي وانا دي مكاننا الساعة علماء دي نجوه رئيس باي يدين كواني سي يعني نلفظ ده عن قرآن كا كريم كا ما أنت عينو ده ما يني وعينا ينو دينا عهينا ووالد يا أرضي وحوين إنه إلى هيدن مكنسيي وإلى هيدن كرسيي aynu garanaa oo aynu fahnaa walaalayaal aniga dad caruurtan iyo dadkan imka cusubay daba way galna siib wanaagsanaad oo lagu geela raaci jiray geela iyo ariga iyo baan raaci jiray waxba lama barin anaga marka waxa weeye dadkiina wax la baray waxa ku taamila qaadataan ciyaalka yareere baalashlayaasha ee suuqa jooga iyo ciidanka nuuraya bal wadaadada nuuraya iyo dadka nuuraya hablaha nuuraya intan ku tama ku qaaqato waxa tiradaan caruurta inaanay waxa dadkan wadaadadan iyo dadkan aan suuqa joogine iska ciyaala suuqa inaanay aydaan la mid ahayn dad nuurayaad tiinoysa wadaadadiinuba nuurayaad ee hablihiinu nuurayaad
ayaa idinkuna u nuuraysaane waa naga nasiib wanaagsanaateen nasiibkiina saa idinka wanaagsan waqtiga ni soo gaarsiyay halkiina ka haya hooyoyinkiina u duceeya macallimiintiina u duceeya wa salaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh farxadda kulay kulaylka keentay iyo inaan codka kor u qaado waayo meelaha qaar marka tagto waa ku daandaamaysa meelaha qaarna iimaan baa kaaga kordhaya runtii waxa mahad leh oo karaamo mudan oo sharafi u sugnaatay maamulka iyo macallimiinta khayr kan badan soo qabanqaabiyey ee ka soo shaqeeyey ee dhalinyarada fiican soo saaray maamulaha iyo macallimiintaba mahad baan u celinayaa ilaahay baa mahad leh aanka kariimka dhexdiisa wuxuu kaga sheekeeyey labo qof oo labaduba diintay barteen diintii ka loxturay oo meel bannaana ka dhigay oo ka tegay laba tusaale oo aada u xun oo aada u fool xun baa lagu shabahay oo lagu matalay ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay fii suurati alacraaf watlu calayhim nabaa aladii aataynaahu aayaatina fansalakha minhaa faatbacahu shayaanu fakaana min alghaawiin qof diin bartay oo cilmi bartay oo aqoon bartay oo qur-aan bartay oo tuuray baa laga sheekeeyey ay baa lagu matalay markaa famahaluhu ka mahali alkalbi in taxmil calayhi yalhad aw tatruku yalhad ay carabka laalaadin ayaa lagu matalay meesha kale qof diin bartay oo qur-aan bartay oo gees iyo bannaan u tuuray waxaa lagu matalay dameer baa isagana lagu matalay waa laba tusaale aada u dhiita mathalu aladiina xumiluu tawraati uma lam yaxmiluuha ka mathali alximaari yaxmilu asfaara waxaan aada ugu gubaabinayaa uguna dardaarmayaa da'yarta iyo dhallinta qur-aanka kariimka qaybtay culumtiisa say u sii wadi lahaayeen hayntiisa say u sii joogtayn lahaayeen aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin xafladan qiimaha leh ee qaayaha leh ee lagu sagootinayo ardaydaasi qur-aanka dhamaysay ee ka dhamaysay macad markiiska imaamu dahabi ardaydaasi dhamaysay allaha ka dhigo kuwii ku anfaca waalidkood iyo ummadda islaamkay dhex joogaan allaha ka dhigo iyagana ilaahay macallimiintii soo baray allaha ku abaal mariyo oo jannatul firdowsa allaha ku geeyo waxaan odhan lahaa uma badinaya hadalka waalidiinta waxaan leeyahay hawsha ay macallimiintu hayaan hawl yar ma aha hawshaasi ay hayaan bedelkiina haddii laydiin dhiibo in aydaan qaban karin ayaa dhici kartaa marka insha allah waxaa idin leeyahay waalidow macallinka ku kaalmee si uu ilmahaaga u soo saaro macallimiinta iyagana mid baan leeyahay waxaan leeyahay waxaa idiin iman doona waalid wanaagsan waxaa idiin iman doona waalid xun waxaa idiin iman doona arday wanaagsan waxaa idiin iman doona arday xun dhammaantood inaad u dulqaadataan oo kii xunna sidii aad u wanaajin lahayd aad falowgeed qabato kii wanaagsanna aad ka dhigi lahayd mid mustaqbalka ka sii wanaagsanaada ee aanad kii wanaagsanna jeclaanin kii xunna aanan dhicin hadduu akhlaaq ku xunyay hadduu qur-aan ku xunyay aad ka dhigi lahayd adiga wax lagugu keenay waxa weeyaan saad ilmahan u bedeli lahayd halna ardaydaan leeyahay war maanta aynu haysanaa waqti oo wakii nebigu sala allahu calayhi wasalamina lahaa shan ka faa'iidaysta intaanay shari ku iman waxaa ka mid ahaa intaad firaaqo haysato ee aanan mashquulin ka faa'iidayso waxaa ka mid ahaa intaad caafimaad qabto ee aanad bukoonin ka faa'iidayso waxaa ka mid ahaa intaad nooshahay ee aanad dhimanin ka faa'iidayso alxamdulillah maanta intii baynu haynaa nolol wanaagsan oo raaxa leh oo nafisa ayaynu ku jirnaa maasha allah caafimaad baynu haysanaa allah inoo siyaadiyo marka ka faa'iidaysta waxaan kusoo gaabinayaa kusoo gabagabaynayaa falilaahi alxamdu waalmina waxaa la doonaya walaalay inaan ku shukrino dadkii wax qabtay ee macallimiinta iyo maamulayaasha ahaa xadiidka abu hurayra ee abu daa'uudka imaam axmed ay soo saarayeen albaanina uu saxiixay wuxuu ahaa laa yashkur illaaha man laa yashkur innaas wasalaamu calaykum waraxmatullah intii munaasibaddani socotayna ardaydii munaasibadda loo qabtay ayaa bandhigyo cajiiba ku soo bandhigay culumtii kala duwanaa ay ku soo barteen markas koogan imaamu dahabi على رؤوس في المقل
قلوبنا هي المحل وهي الفسيح المقعد تسترنا قرآننا قبلتنا كعبتنا رسولنا محمد هو الإمام المتبع مركزنا مذهبنا هو الإمام الذهبي. بسم الله. كتاب وصية ابن إسحاق. تفت فؤادك الأيام فاتا وتنحت جسمك الساعات ناحتا وتدعوك المنون دعاء صدق ألا يا صاحي أنت أريد أنت أراك تحب عرسا ذات خضر أبدت طلاقها الأكياس بات تنام الدهر ويحك في قضيد بها حتى إذا مت انتبهت فكم دا أنت مخضوع وحتى متى لا ترعوي عنها وحتى أبا بكر دعوتك لو أجبت إلى ما في حظك لو عقلت إلى علم تكون به إماما مضاعا إن نهيت وإن أمرت ويجلو ما بعينك من قشاها ويهديك الطريق إذا دللت وتحمل منه في ناديك تاجة ويكسوك الجمال إذا عريت وكنز لا تخاف عليه لسا خفيف الحمل يوجد حيث كنت يزيد بكسرة الإنفاق منه وينقص به كفا شددت gabagabadii munaasibadana waxa shaadooyin iyo waliba abaalmarin aad u qaali lagu doonsiyay 430 arday ee khatimay quraanka kariimka halka ardaydi iyaguna fasaladooda kaalmaha hore ka galay iyo waliba ardaydi ku suntana akhlaaq wanaaga lagu doonsiyay abaalmarin aad u qaaliya ardayduna waxa ay shaadooyin iyo waliba abaalmarin aad u qaaliya gudoonsiyeen macallimiintoodii jaaliga kala soo dagaalantay تأخذها بالمعاني بسيطة عظيمة الدين بالأخلاق بالجود والعزيمة بالحب والوفاق حياتنا كريمة بالرفق بالسخاء نفوسنا سليمة والصدق والوفاء قلوبنا حليمة ما قيمة الوجود إن اختفى صميمه وزالت الحدود وجانا جحيم بالرفق بالسخاء نفوسنا سليمة والصدق والوفاء قلوبنا حليمة ما قيمة الوجود إن اختفى صميمه وزالت الحدود وجاءنا جحيم يا عاشق الجنان والفوز والغنيمة فخذ هذه المعاني بسيطة عظيمة الدين بالأخلاق بالجود والعزيمة بالحب والوفاق حياتنا كريمة شعب بلا أخلاق مصيبة جسيمة فانظر إلى الآفاق والحالة الأنيمة إذا فشى النفاق والغش والنميمة والبخل والشقاق والجور والظليمة شعب بلا أخلاق مصيبة جسيمة فانظر إلى الآفاق والحالة الأليمة إذا فشى النفاق والغش والنميمة والبخل والشقاق والجور والظليمة
ينسى بها الإنسان حياته الكريمة ويفقد الإحسان وينحرم نعيمه لجأت للخلاق ذي الرحمة العميمة محسن الأخلاق في الناس أن يديمه.